في صغر الاماري كاين خلط كبير فاش نتكلموا على نزلات البرد كل خلط بينها وبين السكان وغيرها من الامراض اللي كتكون دارجه في هذا الفصول واش كاين تعريف بسيط نقدروا نعطيوه لنزلات البرد أه واخا أه عموما تزايد الحالات ديال نزلات البرد كتكون في هذه الفتره من من العام <applause> سيتادير مع حلول فصل الخريف كيتزادوا حالات ديال نزلات البرد عند الكبار عند الاطفال بالخصوص أه. وخصوصا آه واحد الشريحه ديال الاطفال دون سن سنه اللي عندهم بالعمر اقل من سنه أه. كاين واحد الاختلاط كبير ولا الخلط ما بين لا غريب اللي هي الزكام آه لانفلونزا وما بين نزلات البرد اللي هي لو غوم الرواح آه بالدارجه ديالنا أه. بالنسبه لنزلات البرد نزلات البرد الاعراض ديالها كتكون خفيفه طفيفه مقارنه مع الانفلونزا اللي هي لا غريب السبب ديالهم هما بجوج بهم عدوى فيروسيه موسميه اللي كتمتد من اواسط شهر اكتوبر كتبقى معنا طيله شهر طيله فصل الشتاء وحتى الاخير ديالو مع واحد لو بيك واحد النسبه اللي كتكون عاليه مرتفعه في, مرتفعة في شهر دوجمبر أه. مش باش نديروا الفرق بيناتهم نزلات البرد الاعراض كتكون خفيفه المسببات كيكونوا فيروسات بحال اللي قلنا اكثر من 200 فيروس اللي هو معروف لحد الان واللي كيعطي هذه نزلات البرد على راسهم والاكثر شيوعا هو فيروس الانفي لوغينو فيروس اللي كيصيب لنا الجهاز التنفسي العلوي الجهاز التنفسي العلوي ستادير الانف الحنجره لو لاغانكس اللي هو البلعوم يعني كيبقى هاد الفيروس في نزلات البرد ما كيفوتش البلعوم <applause> <applause> آه، نزلات البرد حد البلعوب <applause> يعني الجهاز التنفسي العلوي <applause> ولكن كاين واحد النسبه ديال هاد الفيروسات اللي كتقدر تنتشر تمشي لنا الجهاز التنفسي السفلي آه، اللي هما لي <applause> بومون هم. الرئتين القصبات الهوائيه وكيكونوا اعراض وحدين اخرين <applause> <applause> هادي بالنسبه لنزلات البرد بالنسبه لا غريب الانفلونزا السبب المسبب هو فيروس الانفلونزا اللي معروف ديجا ولكن الاعراض ما كتكونش طفيفه غنطرقوا لها اكيد مرحة. مرحة آه مرة السؤال هذا يعني هذا هو الفرق بين الاعراض ديال الزكام عموما الاعراض ديال الزكام الانفلونزا كيكونوا اعراض يعني اعراض اللي هما زعما يعني دي سيريو قاصحين الطفل ديالنا كتكون عنده حمى يعني مم. ارتفاع درجه الحراره اكثر من 38 ونص درجه مئويه كيكون عنده سوء يعال بطريقة مستمرة يكون عنده عياء عنده صداع ألم مثلا تكون يا عمرا يا خاوية أو أه كما ديالنا أي بالنسبة للسعال كيقدر يكون خاوي يعني آه. جاف اكثريه في نزلات البرد علاش آه. لان كيكون خفيف كيقدر يجهد على الطفل ديالنا الليل آه. ولكن كيكون يعني يقدر الطفل ديالنا يستحمل هذا السعال بالمقارنه مع لا غريب اللي كتكون هاد السعله عمره كتكون بطريقة مستمره آه، كتحس به عنده صعوبه التنفس ما كيقدرش يتنفس مزيان هذه هي لا غريب فوالا على عدد من الاطفال بروفيسور تيكونوا اكثر عرضه انهم يجوهم سواء نزله البرد العاديه او لا لا غريب كتجي بواحد الصفه متكرره علاش واش عندهم واحد ضعف في المناعه ولكن أخطأت اخطاء بالاباء بها الاباء شنو الموضوع؟ بالنسبه للمتوسط يعني عدد ديال نزلات البرد اللي يقدر يتصاب بها كمقدار نزلات البرد يعني أه. الرواح اللي هو خفيف لطيف لو صغير اقل من عام أه. يقدر توصل حتى 8 حتى 10 مرات في العام. في العام. في العام. في العام. نزلت البرد وهني يعني الفيروس بقى لنا غير في الجهاز التنفسي العلوي النفكيسي الانسداد الانفيستا الو هذا آه علاش كيصيب كي هذه الشريحه العمريه بالضبط باغابور الاطفال اللي هما كبار حيت الجهاز المناعه ديالهم كيكون مازال ما مستعدش هو كاين ولكن ماشي مهيئ 100% ماشي يتصدى لكل آه نوع من الفيروسات <applause> وبحال اللي قلنا اكثر من 200 فيروس اللي كاين يعني في سنه من العمر ما بين 8 حتى 10 المرات واذا تقل من عام يقدر يجيهم واخا آه. ما اكثر من عام شنو النسبه ديال اكثر من عام كتنزل طبعا هاد النسبه لان الطفل كيكون ديجا تلاقى مع هاد لو يعني مرض مره الاولى جهاز المناعه ديال الطفل كل مره دخل لو كيتسدالو يعني كيولي عرفو اكثر كيعرفو اكثر ايفيكتيفمون وكاين واحد الكوتي اللي هو لا ميموار اللي هي الذاكره يعني ملي كيتصاب بنفس الفيروس مره ثانيه الجسم كيتسدالو بطريقه اسرع م -م. بطريقه فعاله وكيقضي عليه قبل ما نوصلو للاعراض يعني يعني الاعراض اللي هما اكثر يعني من ترويحه عاديه قبل ما ندوزو للزكام الزكام آه. آه. آه آه كيصيب بزاف الوليدات الصغار كيصيب بزاف الوداد الصغار فت زكام ولا نزلات البرد يعني كيصيبوا بزاف الوداد الصغار في هذا البوسيم هذا غير هو الفرق اللي خصنا نعملو الفرق ما بين حنا نقولوا الاعراض ديال الزكام والاعراض ديال نزلات البرد لأن نزلات البرد ودابا بغينا نطرقوا الاعراض ديالها هما خفيفين يعني قلنا الفيروس كيدخل كيبقى في الجهاز التنفسي العلوي الان في والحنجره كنذكر هذا الفيروس ملي كيبقى تما اش كيدير التهاب كيدير التهابات في هذه هاد الاماكن هادو مهم. الالتهابات هما اللي كيعطيونا ابري الاعراض الاعراض ديال نزله البرد أه. ديال الروح العادي الخفيف أه وقع احتقان ديال الانف ولا انسداد الانف تصير الانف كيكون واحد الليكيد كيهبط اللي هو أه. ليكيد كبيغ شفاف ما أه مستخمة حتى حاجه يقدر يتشكى الطفل ديالنا من الالم في الحلق أه يقدر يعطس بزاف يسعل ولكن واحد السعله اللي كتكون ناشفه كتزاد عليها بارفوا الليل ولكن كتكون الطفل كيقدر يحتملها وألم الحلق يعني وخا. ده دادرنا على البولعوم ألم الحلق وبعض المرات تغير في الصوت في النبرة ديال الصوت ديال ليتبدي. الطفل لأن هذا الفيروس كيقدر يمشي لنا جورا كيعطي التهاب فيها واللي كيقدر يعني الصوت ديالو يتبدل الزكام دائما من أهم أعراضه كتكون السخانة تطلع في 38 ونص الحمى الحمى آه. كتكون في الزكام في الانفل... الإنفلونزا كتكون الحمى 38 ونص فما فما فوق الطفل ديالنا ما كيقدرش يبلع ما كي... كيكون عيان ما كيلعب ما والو لا. كتجهد عليه كتكون بعض المرات الحمى مصحوبه بارتجاف حتى هو في, في اها فاش كنتكلموا سواء على نزلات البرد البسيطه او للزكام بروفيسور أه. كاين حاجات معلومات كترج مثلا تيقول لك الوليد الصغير او الرضيع ما تلبسيش دي بزاف الحوايج ولا ما تولفيش يلبس الحوايج بزاف باش ما يبقاش على ابسط الحاجات يضربوا البرد او لهاد له الفيروسات اللي كنتكلموا عليهم تدخل واش صحيحه هذه المعلومه ونوعيه الملابس واش كتساهم في اصابه الطفل أو الرضيع يضربوا البرد ولا جي كان في جميع الاحوال الطفل ما كيكون مازال صغير سيغ رضيع اقل رضيع هي من 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 من, يعني من الولاده, من الولادة حتى 24 شهر, شهر. يعني حتى سنتين هذه المرحله هذه كتكون واحد المرحله اللي هي حساسه مم. يعني جهاز المناعه دي ديالو مازال ما ما كملش في الوظيفه ديالو يعني نورمال انه يبقى يمرض بزاف ويجيهم بزاف نزلات البرد في هاد في هاد الفترة. يعني في هاد الفتره العمريه وكان كان كاين بعد يعني الخوف ديال الامهات سورتو ولا ديال الاباء يعني لبسوا الحوايج بزاف باش ما يمرضناش الطفل ديالنا. ديالنا يعني من كيبغيو يحميهم كان كيبغيو يحميهم ولكن, ولكن لبسنا بزاف ممكن يمرض لنا غير علاش لانه اذا لبس بزاف ديجا كيفاش خصنا نلبسو؟ نلبسو على حسب درجة الحرارة الموسم درجة الحرارة المحيطة بنا. ديما آه يعني لا غيفيغونس اللي هو لو غوبير ديالنا هو حنا ليزادود، وإذا أنا مثلا كنت لابسة ان تيشورت دو قصير، أه. لونفون ديالي ديما خصني نزيد أون كوش زايدة، يعني نزيد شي حاجة هذا هو لو ماكسيموم. لو فيت أننا نزيد بزاف بالعكس غنخلي ديك الطفل ديالي ما مرتاحش لان غينزعج وغيعرق غيعرق غنزيد نقدر يعني الحاله ديالو تدهور الدهور ماشي انا نسبب يعني له في هاد نزلات البرد ولا في هاد الزكام على انني نحميه <applause> لانه اذا لبس بزاف راه غيعرق عراق عرق نقدر نحيد اللبس غادي يقدر <applause> إيه دونك بالنسبه لهاد القضيه ديال الحوايج لا ما خصناش نلبسو الحوايج بزاف ما نكثروش نلبسوا على حسب الموسم على حسب ال يعني الحراره المحيطه الحرار بنا وماشي اكثر ألف الفحص السريري هو الوسيله الافضل لكشف سواء اصابه الاطفال بالزكام او لا بال بالنسبه البرد هي هاد الاعراض كيكونوا معروفين أه حنا كاطباء اطفال ما كنغتنمو ديما الفرصه في لاكونسلطاسيون كيجي عندك مريض او لا يعني ام ولا اب مع الابن ديالها ولا البنت ديالها دوك مع الطفل دياله كنعطيو نصائح يعني واذا شفتوا ولدكم نيفو كيسي نيفو مخنوق طلعتلو السخانة يعني هاد الاعراض بسيطه اللي خصها تتعالج في الدار. يعني بلا استشارة طبيه يمكن علاجها في المنزل آه. ياك آه. الطفل اللي كيكون عنده نزله البرد آه شنو خصنا نديروا آه. هاد آه. آه. الطفل خصو يتمتع بواحد يعني القسط الكافي مرقحه من يشرب الماء مزيان عادي يكون فاشل يكل... لانها مريض نزلات البرد ما كيكونش بزاف فاشل الو ياكل مزيان تغذيه صحيه نركزوا على الخضروات خذو على الفواكه على يعني الاغذيه اللي كتحتوي بزاف على الزنك على لي ا سي دي هادو كاملين يعني حاجات اللي كنشطوا كي ولا كيعزوا المناعه الانتيبيوتيك في نزلات البرد طبعا دي. لان السبب ديالو فيروس والفيروس ما كيتعالجش بالمضادات الحيويه الانتيبيوتيك يعني الانتيبيوتيك ما تاخذ حتى استشاره طبيه تتكون لا بريسكريبسيون يعني ديال الطبيب هو اللي خرجوا ديال الابوال فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه هضرنا على الماء على الراحه على التغذيه أه واذا كان الرضيع صغير ومازال كيرضع حليب الام خصها تكمل الام ديالو الرضاعه الطبيعيه لان كيف ما كنعرفوا كاملين الحليب الام هو غني افضل بمضادات الاجسام غني بالخلايا المناعه يعني كتم... يعني كت... الام كتعطيها بواحد الطريقه يعني أه باسيف لو ديالها وكيستافد منها هادي أه. من جهه ولكن متى طلعت شويه سخانه مثلا طلعت الحراره واحد تمنيه وثلاثين تمنيه جوج خصنا الطفل ديالنا يأخذ يعني مخفض الحرارة مخفيد للحرارة. هو جرعة. جرعة. من الوزن الوزن اللي هو لو باراسيتامول البروفيسور البروفيسور باللي خصنا نلتزموا بلا او الجرعه الجرعه كتلائم الوزن ديال الطفل أو الرضيع وبلي كاين عدد ساعات معين نحتارمو أو نقيسو ياك بالنسبه للباراسيتامول خصو يتاخد على حسب الوزن بحال اللي قلتي وخصنا نحتارمو ما بين يعني جرعه, جرعة وجرعه سته ساعات ست ساعات وتنقيسو الحراره والقوات 38 فما فوق غادي نعطيو لو باراسيتامول مهم. متى يجب الذهاب للطبيب <applause> انا نزيد غير واحد الحاجه في في وف... هضرنا على الانف اللي كيكون مسدود ولا كيكون دونك الانف هو اللي كيكون يعني تموضع الفيروس فيه بزاف يعني خصو يتغسل باش غتغسل بمحاليل آه. لو دماغ اللي كتكون مالحه كتباع في لي فارماسي آه نغسلو النيف ديالو لان بعض المرات ملي كيكون النيف نف... آه مسدود ما كيقدرش يرضع يعني كيكون من غير نفس مسدود ما قدرش باش نساعدوه على تنفس احسن بالنسبه اللي اللي هما صغار يعني الرضع نقدروا نستعملوا واحد الاجهزه اللي شافت المخاط اليدويه كذلك هادشي كامل باش آه نساعدوا على تنفس ديال الطفل وماشي يقدر يرضع مزيان ينعس مزيان مرتاح آه خصنا ديما دي نقيو النيف واحد 15 مينوت 15 دقيقه قبل الرضاعه وقبل النوم. علاش أه زو في جميع الحالات كيطلب كي زياره الطبيب قبل ما نبداو الدواء اي ايفيكتيفمون الو بالنسبه للحالات اللي خصنا نطلعو نديو الطفل ديالنا للطبيب الطفل ديالي مابقاش كياكل مابقاش كيشرب رجع لينا ناعس. مابقاش كيلعب السعله زادت كان واحد السعال اللي هو خفيف كيتزاد بالليل دابا النهار كامل هو كسعل سرعه آه، التنفس آه، يعني التنفس كي ما كيبقاش يعني بواحد الطريقه اللي هي آه منظمه سرعه التنفس صعوبه التنفس نهجه وكذلك تصفار تصفار خصوصا بالنسبه للردع للردع آه. علاش لان في هذه الحاله آه، الطبيب خصو ضروري يشوفنا الطفل ديالنا يدير تشخيص ديالو يعطي الدواء في هذه الحاله التشخيص يقدر يكون بدا ايفيكتيفمون منازلات البرد اللي تطورت من بعد التهاب الزكام ولا التهاب رئوي حاد ولا لي برونكوليت اللي هما التهابات القصيبات الهوائيه بالنسبه للرضع ولا التهاب حتى الاذن لان لي لان الاطفال الكز... يعني في هذه الفترات خصوصا الرضع تكون عندهم كثره الاصابه بالزوتيت يعني هذه المناطق كامله ديال الجهاز التنفسي ديال الاذن اف الحنجره هي بحال نقولوا بحال باغيير الحاجز الاول يعني ما كيدخلوا له هاد لي فيروس كيقدروا يسبو كاينه لا يعني الفم مرتبط مع الاذن يعني لو فيروس في هاد البلاصه كامله كيقدر يعطي التهابات ماشي في الحلق تقدر تصيب لي تقدر تصيب <applause> <applause> <تسيب> حتى الاذنين بروفيسور <applause> نقطه اخيره نختموا بها ضروري نشوف حاله الزكام الطبيب غادي يعطينا العلاجات عموما كيكون فيها لونتيبيوتيك لا ماشي ديما رأيه. كيكون لونتيبيوتيك لونتيبيوتيك ويدا اه لان ويدا كانت لانفيكسيون كاين هي عدوى فيروسيه أها. كتقدر لا بكتيري بكتيريا انها تستافد من هذا الوضع اللي كيكون المناعه ناقصه لو فيروس أه. كاين و هي كتجي كتكون عندنا واحد عدوى بكتيريه ويدا الطبيب شخصنا هاد العدوى البكتيريا عاد لونتيبيوتيك يعني مضاد الحيوي خصو يعني يتاخذ ويختار من الجرعات ديالو طبعا بالنسبة للمضاد الحيوي كيقدر يتاخذ يعني في الدار وإذا كان الحالة ديالو نحترم الأيام ونست... اللي أتنا... و... الطبيب ديالنا أكيد نحترموا حتى الأيام أه. يعني ما نقصوش ما يكونش أقل وما يكونش عاود أكثر وما oh يكونش أكثر والمهم جدا نعاود نذكروا المشاهدين الكرام باللي لونتيبيوتيك ماشي غير في الوقت اللي كيبان لنا حنا راه مناسب غادي نمشيو وغنشريو وغنجيبوه لوليداتنا لأن كنعرضوا الطفل ديالنا أو الرضيع المخاطر صحية كثيرة كثرة استعمال لونتيبيوتيك ممكن أنها تعرض مجموع المناعه ديالو ربما ما كتبقاش <applause> ما تستعرف به او لا تعترف به وكيولي ممكن يجبد علينا مشاكل صحيه اخرى بروفيسور <تكلم> شكرا لك على نصائحك لنا نورانا <تكلم> بالحضور ديالك غنمشيو نتكلموا في موضوع اخر